موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا وسهلا بكم. بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعات الدول العربية الدورة العادية 29 على مستوى القمة العربية، والتي ستعقد في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية. هذا وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس بعثة الشرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر جابر الأحمد أحمد الصباح وأعضاء السفارة، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.